حامل. نجاوب على هذا السؤال. مرحبا يا حلوين، معكم عيسى وريما. بدنا هلا نجاوب على كل الاسئله اللي سالتونا اياهم على الانستغرام. على الانستغرام تمام. يا السؤال الاول، ربنا يخليكم لبعض، بس هذا مو سؤال. يسلم دياتك يا خي زياد البغدادي، كلك ذوق ويخلي لك احبابك يا رب. جميله، انت حامل ان شاء الله؟ ان شاء الله كريم. الله كريم، ما بنقول غير الله كريم. وين هلا انتوا؟ باي منطقه؟ نحن هلا قاعدين على نهر، شو اسمه النهر الاولي؟ نهر الاولي بصيدا، كثير حلو وكثير بحبه، وهو قريب عن بيتي يعني شي 5 دقائق 10 دقائق. قد ايه صار لك بلبنان؟ نحن هلا جينا من جديد، جينا على لبنان فاكيشن، صار لنا شي شهر ونص. اعماركم هلا؟ عيسى عمره 30، انا عمري 21 ولا 20 20. ممكن تعمل فيديو؟ اكيد رح نزل فيديو على اليوتيوب لكل لفات حجابي، فيلي مو متابعنا على اليوتيوب تابعنا فوت تابع عشان تشوفوا كل شيء مننزل. كوراني محمود، وين ساكنين؟ نحن ساكنين بدبي، وهون ببيتنا بالشر حبيل بصيدا، فوق صيدا بمنطقه اسمها بقسطه، كمان هي بقسطه الشر حبيل، بين بقسطه والشر حبيل. شو فرق العمر بيناتكم يا اشرف؟ 10 سنين. عندكم بيبي؟ لا، وان شاء الله ان شاء الله الله كريم. ليش ما عم تفتحوا لايفات هون على الانستا؟ هي ضغط وانشغالات، بس اكيد نحن كثير بنحب انه نتواصل معكم، وان شاء الله رح نرجع نفتح مثل اول واكثر ان شاء الله. شو حابين تسموا ابنكم؟ الاسم صراحه حيكون سري يعني عشان ما فيش منه، وحلو كثير، ف ان شاء الله اول ما يجي الصبي انا مريضه، صلي على النبي. لا ما صلي على النبي، وريما مريضه كثير. طيب ليش ما عم؟ هذا جاوبنا عليه. ايه ما تجيبوا طفل حتى تحلي عادتكم اكثر ان شاء الله، لحتى الله يريد ولحتى الله يريد. احلى كوبل، الله يسعدكم. عيسى ناوي تعمل زياره على سوريا ولا لا؟ ان شاء الله اكيد، بس بالمستقبل القريب ان شاء الله، يعني ان شاء الله. إن الشرف اكيد، يعني شو مرتي سوريه انا. لفت الحجاب كيف بتعمليها؟ على اليوتيوب ان شاء الله حتعمل فيديوهات كثير ريما قريبا، فوتوا تابعونا على اليوتيوب. هل تزوجتوا عن حب ولا تقليدي؟ الله يديمكم لبعض يا رب، وان شاء الله من نجاح لنجاح. امل عواد. هلا رح نجاوب على هذا السؤال، انه نحن تعرفنا على بعض اول شيء، لا انه ما كان، كنا عم نحكي مع بعض نتعرف على بعض، اذا يعني اذا هيك اندمجنا بيقولوا دمجنا، صار في انسجام يعني، صار في فمنكفي، وصابت انه تركنا، وبهي الفتره اللي تركنا فيها هلا كنا بعدنا عم نحكي بالموضوع. صح. قديش لكم متزوجين ولا لسه؟ اه سوري كمل. لسه في كفايه للسؤال، انه نحن بهالثمان شهور اللي تركنا فيها عرفنا قيمه بعض، وعرفنا انه لا نحن الاثنين يعني بنحب بعض. انا هلا كنا عم نحكي والله بالسيري عن جد، هلا من شوي كنا عم نحكي انه لما تركنا بعد 8 شهور نحن رجعنا، فبعد 8 شهور انا عن جد اكتشفت انه انا لن اجد كريمه. بس طيب، وخليني كمان بسالكم شيء، انه الزواج الحب ما له اساس الزواج، يعني اوكي ضروري تكونوا بتحبوا بعض، بس اذا بتحبوا بعض ومانكم متفاهمين ومانكم محترمين بعض فبلا الحب. اكيد. طيب وين مختفيين هالفتره؟ يس وين ما بعرف شو اسمه. والله يعني انشغلت، وانا كنت مسافر وجيت، وريما صار لها شي اسبوع مريضه. يلا ان شاء الله ان شاء الله بالايام اللي جايه في فيديوهات كثير عم تنزل قويه، يعني نحن مخططينها وكاتبين السيناريوهات ومحضريننا وكل شيء، بس ناقص التصوير لنشوف الوقت المناسب ان شاء الله، وحنبلش ننزل على كل صفحاتنا بالاضافه لليوتيوب، اللي اكثر شيء حنركز عليه عشان حنعمل اشي على اليوتيوب كثير جديده كثير حلوه. قد ايه صار لكم متزوجين؟ صارنا سنه وشهرين. كيف تعرفتوا على بعض؟ الفيديو على اليوتيوب تقريبا اول فيديو منزلينه، انه كيف تعرفنا على بعض. انت مفكرين تجيبوا؟ صراحه كل الاسئله عم بتكون امتى مفكرين تجيبوا بيبي، وريما حامل مش حامل، يعني الله كريم. هالسؤال صراحه يعني ان شاء الله الله كريم، بنقول يعني اول ما ان شاء الله يصير في شيء انتوا حتكونوا اول الناس عارفين ان شاء الله، فما تهكلوش. ها جاوزين عن حب ولا تقليد؟ لا فيك تقولوا نص الاثنين يعني. ليش انتو كتير مهضومين؟ ولو لك كتير بفرح وقت شوفكم منزلين شي ريما الحلوة عليك، ألف عافية.
سما. الله يخليكي سما، تسلمي كلك ذوق يا قلبي. زوجتك ما عندها اخوات تانيين؟ لا، هي وحيده. انا وحيده ريما اهلي. بين خيين شابين، واحد عمره محمد عمره 19 ويوسف عمره 14. شو علمتكم الدنيا؟ دائما نحن بنحكي بهذا الموضوع. هي عن جد الدنيا هي دروس دروس دروس، بس الشاطر اللي من درس واحد بيتعلم. صحيح. مش درس واحد بيرجع بينعاد معه مرتين بالحياة وثلاث مرات، هون صار في شيء اسمه فشل. فأنت من مرة واحدة بتأخطأ، هذا درس لك بتعلمه بتحطه براسك أنه أنا أخطأت بهذا الشيء، ما عادش بيرجع بينعاد. يعني اعترف بغلطك عشان ما بقى ينعاد هذا الغلط. وين مقيمين؟ احنا مقيمين بين دبي وبين لبنان. الزواج من جنسيتين مختلفين بيعمل مشاكل؟ تفضل يا ريما. اكيد لا، بالعكس، اصلا انا بحس اذا كنت باخذ واحد سوري كنا انا وياه ما بنتفق نهائيا. انت وانا كمان ما اكيد، بالعكس. هي من بلد وانا من بلد، بس بالعكس بنتعرف على ثقافتهم ونتعرف على ثقافتنا وبنتشارك هيدي الثقافات مع بعض. اصلا احنا عندنا بالبيت، يعني انا وبيني وبين عيسى، ولا مره جبنا سيره انه سوري لبناني وانت سوري، انت سوريه انا لبناني، ابدا ابدا. يعني هي الموضوع ابدا ما بتنفتح ببيتنا. نور سالم، شو ديانتكم؟ مسلمين الحمد لله. يعني طيب، اسم صفحه اخوك على الانستا؟ ان شاء الله قريبا حينعمل فيه. في واحد كاتب بالصيني صراحه مش فاهم شيء. كيف تعرفتوا على بعض وارتبطتوا؟ الفيديو موجود على اليوتيوب، اول فيديو نزلناه اللي انا وعيسى، فيكم تروحوا تحضروا وتعرفوا. رنيم، ليه انتوا هالقد حلوين هالقد؟ ليه انتوا حلوين؟ عيونك الحلوين، كلك ذوق عن جد. علاء جابر، انتوا اقرباء؟ لا. هي من دير وانا من دير. احمد حبيبي، الله يسعدك يا قلبي. متابع جدا. عرفونا عن حالكم. ياسمين، ان شاء الله فوتي على اليوتيوب واحضري في فيديو كيف تعرفنا على بعض وهيك. وهذا الفيديو كمان من خلاله فيك تعرفينا، عم نحكي كل شيء، عم نجاوب على كل الاسئله. في اسئله بعد حنجاوب عليها، عشان صراحه كتار الاسئله قد ما فينا من فكمان نحاول ننزل فيديو ثاني ان شاء الله. فحنحاول ننزل فيديو ثاني عن الاسئله. هيدا هيك فيديو سريع عشان بس تحضروه كله كامل. يعني بنحبكم كثير، بنحبكم كثير. باي باي. واذا بعد حابين كمان تسالونا شيء، فيكم تكتبوا الاسئله بالكومنتات ونحن بنعملكم فيديو جديد لهي الاسئله.